السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. عاوتاني جيت لكم البنات واحد الجليبه مخيطه بصناعه المعلم. هذا التوب اللي هو على مود دابا، اللي هو الكريب اللي فيه الزقليل. الكريب مخطط فيه الزقليل البنات، الكحل في الكحل وحتى الزقليل في الكحل. ودرت لي هنايا البنات هذه الخدمه. هذه دائما كنصحكم البنات هنا العقيدات يكونوا بلديين، كيجيو زوينين الصراحه، كيجيو فنين وكيعطيو نظره احسن من العقيدات الاخرين. وهاد البلديين الميزه ديالهم بانهم ما كيتسربوش دغيا، ماشي بحال العاديين تصبينه مور تصبينه دغيا كيبقى يتسل ليهم واحد الخيط هنايا من تحت وكيبقاو يتحلوا. هادو لا، هادو ما كيتحلوش بسهوله. هاد البلديين لان كتكون دقه فيهم صعيبه، فهمتي؟ ما كيتحلوش بسهوله. هنا في الكميمات كما كتشوفوا ها هي الزواقه ديال الدبانه كتجي على هذا الشكل. هذا البنات نستوق حتى هو فيه واحد الدبانه، ها هي سويل صغيره وحده هنايا بحال التاج هي كبيره. عاوتاني هنايا في القبه البنات على هذا الشكل، هذا واحد الخديمه غير خفيفه كتجي زوينه البنات. بالنسبه لهاد الجلابه هذه نقدروا نلبسوها دائما اولا في الحضور. انا نوريكم الزيف اللي درت معاها في هذا اللون البنات. ها انتما كما كتشوفوا واش باين شويه ما بينش. وهذا اللون هذا اللي هو في الشال نفس اللون ديال الصباط، اللون اللي في الشال. ولاحظوا بان الشال لون في الشكل والجلابه في الكحل، وجاو تبارك الله فاش تلبسوا جاو مواتين. المهم انا غنلبسها وتشوفوا الشكل النهائي. ها انتما بعد ما لبست الجلابه شفتوا الشكل ديالها كيفاش جا. كتجي الصراحه زوينه، واخا الكحل ما كيجيش باين بزاف في التصوير، ولكن الشكل ديالها مباشره الصراحه جا زوينه. كما قلت لكم الكريب فيه داك الزقليل نيت في الكحل، وداك الزقليل نيت في الكحل حتى هو جا زوين خفيف. بغيت نعطي الصراحه واحد النصيحه بالنسبه للتويبات هاد البنات، المغلوقين هما الجلال، بالمفتوحين انا المهم رايي الشخصي المفتوحين كنشوف الناس لابسينهم في الزنقه بحال هادو فيهم الزقلي وخادمينهم بالعقيق وملبسين بالاحجار، هادوك صراحه المناسبه. المهم رايي الشخصي هو هذا، وكل واحد يدير اللي عجبو. المناسبه العيد، المناسبه العيد، ولكن شير فيسا كما قالت خصي. ولكن الخريج دائما شريو في الالوان المغلوقين، الالوان المفتوحين ديال المناسبه اكثر. هادو اللي فيهم العقيق، هادو اللي فيهم الزقلي ديال المناسبه، الزقلي وتيكون لون مفتوح ومنبت، ومنبت كيجي ما كتكملو عليه، كيجي بحال شي قفطان، كيجي بحال شي قفطان. هذا اللون في اللون يجي معك واش هذا الجلاب، يعني اي شال اي صباط اي. رانا وريتكم قبيله كنت حاطه حدا الشال وداك الصباط اللي درت معاه، الصراحه جاو زوين. المهم الراي ديالكم البنات في التعاليق، وركم ما تحاولوش تطولوهم، ما تطولوش البنات. الكمام، الكمام خصو يكون حد هنا. انتما شوف اليد الكمام يكونوا غير حد هنايا، درتو السويعه شحال هذه تبان. كيديروا لنا الجلاب حد هنا الخياطين هكا كيجي كيجيو حالتهم شويه كنصهدو كنبقاو نقفضو، لا يديرهم شي بنادم شويه قصيورين كيجيو زوينين. المهم كنتمنى الصراحه تنال الاعجاب ديالكم والراي ديالكم ان شاء الله. وحاجه ما تنساوش الشوشه ضروريه، الشوشه البنات كما قالت اختي ضروري ضروري الشوشه بالجلال. درتوش كتقلب لكم القب، كتقلب القب. ايوا هادشي اللي كاين. يلاه كنتمنى يكون فيديو ممتع. السلام عليكم.